بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يومياً عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، في شارة كل متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا. واليوم ضيفتنا دكتورة عنود سميط، اخصائية التغذية العلاجية، ما شاء الله الدكتورة عندها PhD، فيعني تعتبر من القدوات الزينة خاصة حق اللي بيدش يعني مجال التغذية. فدكتور اعطينا بس يعني نبذة، اول شيء ايش اللي خلاك تدشين التغذية ومشوارك يعني في مجال التغذية؟ هلا ومرحبا فيك دكتور، وانا سعيدة اني معاكم اليوم. طبعا مشواري في الدراسة شوي طويل، لان انا قبل لا ادخل مجال التغذية كنت في جامعة الكويت تخصص ثاني. ما كنت تغذية، كنت علمي وجبت معدل وقبلوني الهندسة، بس نحشت من الكالكولس من الكالكولس الرياضية، الأرقام الرياضية. كنت مو حابة هذا الشيء، وحولت من الجامعة، دخلت ما قبلوني إلا دبلوم. شنو الدبلوم؟ تغذية، ما كنت أعرفه ولكن حبيته. تخرجت من الدبلوم واشتغلت فيه، كملت بكالوريوس والماجستير، والحمد لله خلصت الدكتوراه الحمد لله. يعني أنا بديت من الدبلوم في مجال التغذية. مع أن ملاحظة أن أنت ما كنت يعني ما كان هي رغبتك الأساسية، لا، وإنما يعني وصفتها على قدر الله، قدر أني أطلع من هني وأحول هني، وسبحان الله يعني حبيت المجال وتفوقت فيه وحبيت أني أكمل يعني. تمام، إيه ما شاء الله. وكملتي إلى دراسات العليا إلى البي إتش دي. والحين دكتورة أنت وين داومين؟ أنا حالياً أداوم في إدارة التغذية والإطعام وزارة الصحة في قسم التوعية التغذوية. تمام، خلنا نبدأ من الآن قسم التوعية التغذوية. وإحنا يعني بالكويت، ولا يخفى عليك يعني إحنا ما شاء الله من المراكز الأولى في، إذا قلنا السمنة، طبعاً إذا قلنا السمنة أكيد بيجي معها أمراض المزمنة، السكر والأمراض. شلون تشوفين الوضع التغذوي عندنا بالكويت؟ أنت خدتي تنهيدة، أنا أدري إن أنت راح فقولينا بكل صراحة الوضع التغذوي بالكويت شلون تشوفين؟ أنا أقول لك الكويت شوي يعني معادلة صعبة. يعني أنا أذكر في فترة كنا ندرس في دورة، ويقول فكانت عندنا معدلات فقر الدم عالية عند الأطفال، فيقولوا لنا شلون أنتوا الكويت دولة غنية شلون يصير عندكم فقر دم؟ يقولوا هذا من سوء التغذية. سوء التغذية يعني لها معنيين، إما يكون نقص في قلة الغذاء، مجاعة وغيرها، أو إن زيادة الأكل ولكن ما يكون تغذوي، ما في تغذية يعني. فإحنا اللي قاعد نشوفه عندنا بالأعمار المختلفة، بالذات الحين في وقتنا هذا، سهولة الوصول للوجبات أو إن أي واحد يكون عنده الأبليكيشن سهل إنه يوصل لها، فالوعي زايد عندنا، سوشيال ميديا عندنا، ناس مختصة، بنفس الوقت عندنا الإعلانات والترويج لهذه الأشياء بشكل كبير. فبالتالي مثل ما تفضل دكتور، معدلات السمنة عندنا عالية حتى من الأعمار الصغيرة، من الطفولة إلى، طبعاً إذا كان طفل عنده سمنة وأهمل فأكيد راح يكبر ويكون عندنا بالغ يعاني من السمنة. دكتورة خلاص أقول لك هذا الموضوع، هذا موضوع مهم ونكمل بعدين على مشاكل التغذوية. بالفعل يعني مشاكل، أول شيء مشكلة الأطفال ومشكلة الأكل، ترى من تطلعين من الشارع الدعايات أكل، تبطلين السوشيال ميديا أكل 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 كله يعني ما شاء الله، وحتى تطلعين برا بالفريج يمكن فترة مسائية راح تنصدمين من شركات التوصيل الداشه والطالعه الداشه والطالعه. دكتوره اللي قلتي ايضا نقطه مهمه، اللي هي انا كطبيب عائله يوني هذول الاطفال اللي نفس ما قلتي انت مترتبين وخدود، والام عبالها صحه، بس لما نحلل عنده فقر دم، عنده نقص بالغذاء. يمكن هاي ظاهره طبيه تسمى فات اوتسايد ثين انسايد، يعني هو سمين ما شاء الله مترتب، بس هو من داخل فقير غذائيا. يعني طبعا من اشهر الاشياء الوجبات. طيب احنا بنكون صريحين، يعني الاطفال صاروا مدمنين على الطلبات وعلى الوجبات، زين شلون نتعامل؟ الامهات شو يسوون او شنو طريقه التعامل مع هذا الموضوع؟ هو طبعا الموضوع كبير والموضوع ما يخص جهه واحده، لان هذا موضوع يعني يخص شعب كامل، فيحتاج جهات مختلفه في الدوله تدخل فيه. لكن احنا كجانب تغذيه، احنا كدورنا في وزاره الصحه، دورنا ان احنا نزيد الوعي وايد مهم، نزيده ونرفعه عند البالغين او اولياء الامور وعند الصغار من خلال، يعني احنا طبعا كاداره تغذيه عندنا تعاون مع جهات مختلفه، يطلبون منا مشاركه في معارض او ورش عمل وغيرها لفئات عمريه مختلفه والبالغين. لكن طبعا كاداره تغذيه احنا مهتمين بانشاء برامج تزيد الوعي عند البالغين وعند الاطفال، فمنها عندنا برنامج الحين قاعد نسعى لتنفيذه وان شاء الله قريبا يرى النور، يعني لزيادة الوعي للبالغين، للناس اللي تعاني من السمنة وزيادة الوزن،
كلهم مشمولين في هذا البرنامج، راح يكون أونلاين وعن بعد، راح تكون في محاضرات وورش عمل مو بس عن التغذية بالذات، يعني إنه شنو يأكل شنو ما يأكل، راح نتطرق على الأشياء اللي لها علاقة باللايف ستايل، نمط الحياة، وشلون ممكن نحن من خلاله نحور غذائنا بحيث إنه يكون أفضل وأحسن صحة، شنو عادات ثانية ممكن نكتسبها تساعدنا في نزول الوزن، ونفس الشيء عندنا هذا النشاط مسوينه حتى حق الأطفال. ممتاز دكتورة، تسمح لنا نأخذ فاصل ونرد نكمل في هذا الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل مع الدكتورة العنود سميت، أخصائية تغذية علاجية، وكنا قاعد نتكلم شوية عن موضوع الأطفال وسمنة الأطفال، وهذا يعني برنامج اللي راح تطرحه إدارة التغذية في وزارة الصحة، أتمنى له يعني طبعاً أكيد راح يكون بالأجهزة الذكية والأبليكيشن، راح يكون إحنا الحين قاعد لأنه هو أخذ اهتمام من وزير الصحة نفسه، فقاعد يصير التنسيق في إنه يكون تطبيق أسهل من خلال موقع الوزارة والتسجيل، راح يكون بطريقة يعني فرندلي للناس، سهل عليهم يشتركون. أتمنى لكم التوفيق. خلينا مع الأطفال، وخلينا نشوف المدارس، دشيت المدارس. شفت أيه؟ الأكل؟ شفت المغاصب؟ شو تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم. إحنا في فترة سابقة كان في عندنا برنامج بنشوف مدى اللي هو وجبة الإفطار أو الريوق عند الأطفال وبعض العادات الغذائية، فكان عندنا استبيانات وندخل للمدارس في فترة من الفترات يعني، فكنت تفاجأت بأنواع الأكل اللي متوفرة داخل المدارس، مفاجأة يعني، منها من وجبات سريعة، من أشياء مصطلحات سمعتها أول مرة. أنا قاعد أتكلم عن مدارس حكومية صح؟ أي بالضبط، حكومية مو خاصة يعني، فتفاجأت إن شلون هالشيء متوفر ويوصل ويدخل للمدارس وعادي يعني موجود. فبعدين طبعاً إحنا هذا عرضنا هذا الشيء، لكن إحنا الحين كإدارة تغذية صار تخصص المدارس تبع لهيئة الغذاء والتغذية، وحالياً هم هيئة الغذاء والتغذية اللي مهتمين في المقاصر نوعية الأكل المسموحة، وكان وبعد نعرف إن عندهم حتى مخالفات للمدارس اللي ما تطبق الاشتراط. طبعاً أنا يعني أنا طبيب عائلة وروح المدارس تقدم بعض المحاضرات، حرص لما أروح مدرسة أقول لهم ليش الناقصة؟ نعم. هي معجنات، هي بطاطات، شيبسات، هي حلويات، هي عصائر محلات، وفي بعضهم مشروبات غازية موجودة أنا شفت، وفي بعضهم هوت دوغ ونقانق، وفي بعضهم بيتزا. اللي مرة دشيت مقصف أبي شيء مفيد يعني مو موجود. طيب دكتور، أنا يعني دائما أقول أوكي نتمنى وزارة الصحة وزارة التربية التفتون، إن شاء الله تفتون، بس إلى أن يحدث ذلك أنت كأم تتابعي أكل عيالك. دكتورة شنو تنصحين نسوي اللانش بوكس حق الريال بيروح المدرسة، شنو تنصحين يعني نسوي فيه؟ أهم شيء الحين هذا اللي قلته أنت، اللانش بوكس عشان نتفادى يعني، يمكن في فترة كان صعب متعودين الصغار على أنهم يشترون من المقصف، بس الحين أنا أشوف إنه لا صار في وعي يعني، صار دار إنه يكون في لانش بوكس، بس المشكلة مو باللانش بوكس، شنو داخل اللانش بوكس هي هني المشكلة. طبعا إحنا دائما نقول الطبق الصحي، الطبق الصحي اللي هو يحتوي على المجاميع الغذائية كلها. وليش أصلاً صار طبق صحي؟ هو كان هرم غذائي إذا تذكره قديم يعني، صار طبق صحي لأن يكون يرمز للوجبة، فمعناته إحنا في كل وجبة لازم يكون فيها هذه الأشياء. شنو الأشياء لازم تكون فيها؟ المجاميع الغذائية من الخضروات، من الفواكه، من الكربوهيدرات، من البروتينات والحليب أو مجموعة الألبان، وما ننسى الماء. فإحنا الحين لما نشوف لانش بوكس نحط لهم شيء من الخضروات، ما تكون الخضروات اللي تهتري أو تخترب يعني، جزر أو خيار يعني، إنه يقدر يصمل. واللي زينة الريال طبعاً يحبونها. طبعاً. طيب فحطينا قطعتين جزر أو خيار. مثلاً الفواكه طبعاً. ممكن نحط لهم الفراولة إذا يحبونها. ممكن يمكن يعني الأشياء اللي متغطية يعني ما تنتلف، ممكن فندي أو برتقال حسب الموسم يعني، تفاح، موزة ممكن. هذه الخضروات يعني حق الكربوهيدرات طبعا لازم يكون فيه كربوهيدرات، بس يفضل ما تكون كلها عجين وداخلها فاضي يعني، ممكن تكون توستر، ممكن اذا الاطفال ما يحبون الاسمر اخلي شريحه سمراء او شريحه بيضاء شوي شوي لين ما تدرج، نحط داخلها انواع لبنه مثلا على سبيل المثال، فخذينا مجموعه الحليب ممتاز. شرايح خضروات داخلها، هذه خذينا الخضروات والكربوهيدرات والبروتينات في ساندويتش واحد، فهني احنا نكون جمعنا العصير. انا افضل انه يكون مكتوب عليه عصير مو نكتار ولا شراب، ولا يفضل حتى إذا يأخذ الفاكهة يكون أفضل، لأنها هم تعتبر سكر مضاف، العصير يعتبر سكر مضاف. والماي إحنا ننسى الماي يعني، الماي أهم شيء يعني، أكثر جسمنا غالبة عبارة عن ماي، وبدون الماي ما رح يستفيد الجسم من العناصر الغذائية. ممتاز. في في خدعة أسويها مع أطفالي، إذا شريتي لهم المج على شخصيات يحبونها مثلاً، ما بيقول شخصيات صح، بس راح يسانسون راح يشربون صح. أنا هذا حتى نقول ننصح الأمهات إنه
خلوا الأطفال يشاركونكم في تحضير الأكل مثل الأشياء البسيطة، حطوا لهم الكواب أو الصحون اللي يحبونها بالشخصيات اللي يحبونها راح يشجعهم على أنهم ممتاز. طبعا دكتور الحديث وايد يعني أظن مهم ومفيد للسادة المشاهدين، لكن للأسف وقت البرنامج خلص، ونتمنى نلتقي في حلقات أخرى ونكمل في هذا الموضوع، لأن حلقة يعني موضوع تغذية الأطفال يعني أنا أظن يجب أن يكون أولوية يمكن لنا وحتى للدولة. مشكورة دكتورة على معلوماتك، ووصلنا لنهاية حلقة اليوم، نشوفكم إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد، مع السلامة.